طيب انا طبعا بحب في البدايه احب اشكرك على اهتمامك بقضاء الطفوله من فتره كبيره، وانت بتابع البرنامج ومتابع الاخبار دايما، وده يعني بينم ان في اهتمام من الاعلام بمتابعه المشروعات القوميه. احنا في 2018 ده دورنا. صحيح، بس مهم برضه يبقى في سبورت لينا من الاعلام كمان للبرامج طبيعي، ده المفروض. احنا في 2018 استكملنا خطه البرنامج، احنا عندنا في 17 وحده متنقله منتشره في العشر محافظات، العشرة دول الأكثر كثافة لتجمعات الأطفال، القاهرة والجيزة والقلوبية واسكندرية والمنوفية والشرقية والسويس وبني سويف وأسيوط والمنيا. عندنا 17 وحدة متنقلة منتشرة في المحافظات. 17 وحدة متنقلة بتعمل إيه ال 17؟ شوف حضرتك، إحنا في فريق اسمه فريق الشارع، دوت فريق مدرب على أعلى مستوى، مكون من أخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي وأخصائي نشاط ومسعف. هذا الفريق مهمته الأساسية إن هو بينزل يتواصل مع الأطفال في أماكن تجمعاتهم. كان في إشكالية كبيرة في عمل الوحدات المتنقلة في الفترة الماضية، ما كانش في آلية موجودة مستحدثة للتعامل مع الأطفال في الشارع. كان دايما التعامل بيكون من خلال الجامعات الأهلية في أماكن الضيافة، لكن لأول مرة يبقى في كم كبير من الوحدات المتنقلة بتنزل للاطفال من خلال الفريق، بينزل يبقى فيه جسور للثقه وبناء علاقه ما بين الاطفال وهذا الفريق. داخل واحده ساعات بيبقى فيه اطفال حابه الشارع، هي حابه الانطلاق، صحيح، مش عايزه يبقى فيه حاجه تأيدهم. هو كان في الاول كان في تحدي كبير لفرق الشارع، ان كان في دايما في فجوه كبيره بين الاطفال في الشارع واي جهه من المجتمع، في رفض طول الوقت من المجتمع طبعا للاطفال، فحسوا ان هم دايما منعزلين. لما لقوا في واحدة متنقلة موجودة بتقدم الخدمة للأطفال، بتحاول تساعدهم، كمان هم كل الوسائل اللي مع الفريق هي الإقناع فقط، وبالتالي الفريق لو تواصل مع الأطفال والأطفال ما عندوش الرغبة إن هو خلاص هيفضل موجود في الشارع، ولكن فريق الشارع بيتواصل معاه مرة أخرى وبيزوره من خلال خطة شهرية. طيب.